مشاهدينا برحب بحضراتكم وحلقه جديده وبيت على الصخره حلقتنا النهارده مهمه لان موضوعنا الرئيسي فيها مهم جدا وعنوانه الناس هتقول علينا ايه اكيد الكلمه دي يا قلناها يا سمعناها واكيد دي بتاثر على حياتنا بشكل سلبي جدا عشان كده في فقرتنا الرئيسيه النهارده هنتكلم عن تاثير كلام الناس على حياتنا وازاي ده ممكن يخلينا نرجع في قرارات مهمه بناخدها في حياتنا الجزء الثاني من فقرتنا الرئيسيه النهارده هنتكلم على الناس هتقول علينا ايه وازاي ده بيأثر على حاجات كتير جدا ممكن يبوظ العلاقه ما بين الزوج وزوجته الام والاب وابنائهم وغيرها كتير من العلاقات اللي بتتشوه بسبب اننا مركزين بس على كلام الناس بيسعدنا وشرفنا يكون معانا في حلقه النهارده وتصابونا القس فلوباتير مجدي كاهن كنيسه الشهيده العظيمه مرقس الرسول بالنزهه الجديده اتنين في فقرة البيت الإيجابي النهاردة بيسعدنا وشرفنا يكون معانا أستاذ عاطف ناجي ومدام دلال يعقوب وقصة مهمة جدا بدعو حضراتكم تتابعوها معانا في آخر حلقتنا النهاردة طبعا تواصلكم معانا يهمنا جدا راسلونا وبعتولنا على وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالبرنامج وخصوصا صفحتنا على الفيسبوك برنامج بيت على الصخر باللغة العربية الصفحة اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة دي صفحتنا الرسمية والوحيدة الخاصة ببرنامج بيت على الصخر فاصل ونبدأ حالا خليكم معانا طبعا تربية الدلع تربية خاطئة ما تطلعش إنسان يواجه الحياة بكل ما فيها وتربية الإغداق برضو شيء مش كويس يطلع يضيع الإنسان في حياته التربية المتوازنة شيء مهم جدا في أوقات أحتاج الحنية مع أولادي ومع بناتي وفي أوقات أحتاج الحزم مع أولادي وبناتي والاب الشاطر والام الشاطره هو اللي بيقدر يوازن ما بين هذه الاحتياجات. مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا وحلقه جديده وبيت على الصخر موضوع النهارده مهم جدا 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 لانه عنوان الحلقه هيهم ناس كتير وجمله بنرددها كتير جدا في بيوتنا الناس هتقول علينا ايه؟ الكلمه دي اكيد اتقالت في كل بيت، واكيد الام بتقولها لاولادها، واكيد الزوج بيقولها لمراته، واكيد الست بتقولها لجوزها، أه واحنا مش عارفين او مش فاهمين هو اصلا ايه دخل الناس جوه حياتنا، وليه مهتمين قوي كده باراء الناس في حياتنا، ومين الناس اللي ينفع يقولوا اراءهم في حياتنا، ومين اللي ما ينفعش يتدخل اصلا. امتى قرار الناس او كلام الناس ممكن ياثر على قراراتي وامتى امنع ده نهائي لانه ده هيخرب بيتي الحقيقه ده موضوع مهم جدا وبيسعدنا ويشرفنا يكون معانا في حلقه النهارده وتسبونا القس فلوباتير مجدي كاهن كنيسه الشهيد العظيم مرقس الرسول بالنزهه 2 برحب بقصتك معانا يا اتسبونا اهلا وسهلا بك يا نانسي واهلا بكل متابعي ومشاهدي بيت على الصخر وموضوع في الحقيقه مهم جدا 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 لانه النهارده بقى فقرتنا دي احنا مقسمينها لجزئين الجزء الاول رجوعي في كلامي بسبب كلام الناس وتاثيرهم عليا ده شق والشق الثاني بقى الناس هتقول علينا ايه والناس هتقول علينا ايه دي بقى عندها تفاصيل كتيره جدا جدا لانه اكيد ما فيش حد من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ما اتقالتلوش الكلمه دي او هو شخصيا قالها لحد من افراد اسرته خليني ابدا مع اودسك والجزء الاول من من حلقتنا النهارده او من فقرتنا النهارده ليه الناس اصلا بتتكلم يعني ليه الناس بتروح تدلب بدلوها في امور ما تخصهاش في ناس ناس ما لهمش علاقه بيها آه خلينا نقول ان الانسان في يعني في الاصل هو كائن اجتماعي م. فلازم قالوا قلنا وسمعت وشفت وحاسس وبفكر دي امور طبيعيه جدا ان احنا في مجتمع آه يعني في ناس بتفكر وبالتالي في ناس بتحاول تعبر عن اللي جواها وهي بتعبر احيانا بتعبر بصوره غلط وهي بتعبر احيانا بتعبر بصوره جيده فكلام الناس مش كله غلط بالعكس في منه حاجات كويسه في منه حاجات وحشه لكن لكن عايزين نقول ايه المشكله في كلام الناس؟ يعني يعني اعتقد احنا حلقتنا النهارده بنتكلم ليه الناس بتتدخل في شؤون بعض وبتتكلم على بعض؟ اول سبب في الحقيقه انه في بعض الناس عندها تفسير غلط للكتاب المقدس في الحاجات دي يعني مثلا تقول لفلان انت ايه اللي خلاك تتكلم في الموضوع ده يقول لك من يستطيع ان يفعل حسنا ولا يفعل فتلك خطيه له ومين قال لك ان كلامك هو الحسن مين قال لك ان وجهه نظرك دي هو ده الانجيل لكن هو بيعمل ايه بيحاول يلبس وجهه نظره او تدخله توب الانجيل مم. في ناس تانيين عنده في الحقيقه ايديولوجيه مختلفه قوي يعني عنده كده وسيله مختلفه يقول لك بص بقى انا اعرف مصلحتكم اكتر منكم انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه اللي انا بعمله ده انت مش تحس بيه غير بعد كام سنه طب استنى بس يمكن كلامك يخرب البيت دلوقتي وبعد كام سنه يكون انفصلوا ما هو انت ما انت مش عارف الدنيا ماشيه ازاي وخصوصا انه ساعات الناس بتقول رايها من غير ما يطلب يعني انا مثلا ممكن ابقى قاعده في مكان عام ومعايا ولادي ومعايا مثلا ناس آه تانية وابص الاقيها بتقول رايها في بنتي وبنتي قاعده انا ما طلبتش رايها في بنتي ولا في شعرها ولا في تسريحتها ولا في لبسها وده كلام ممكن يجرح البنت او يجرحني انا شخصيا فالناس اللي بتدي رايها من غير ما تطلب منها دي ليه ما هو ما هو واحده من ضمن الاسباب ان ممكن يكون على فكره غيران منك هي بتقول رايها مش لانها عايزه تفيدك لا هي عايزه تضرك فبتديلك لك وجهه نظر ثانيه يعني يعني انت مثلا لغايه دلوقتي ما جبتيش عربيه ليه ده كل الناس معاهم عربيات هو انت لغايه دلوقتي ازاي عندك آآ آآ ولدين بس لازم تجيب بنت في البيت طب حبيبتي ومين قال لك ان انت ان انا وجوزي محتاجين يكون عندنا بنات مثلا او عندنا اولاد؟ مين قال لك ان احنا عايزين يكون عندنا عربيه؟ يمكن احنا الفلوس اللي معانا على قدنا. ففكره مش فكره هما بيتدخلوا ليه بس؟ لا هي فكره هما بيتدخلوا ازاي؟ يعني ايه اللي بيقولوه في النص؟ عشان كده في تداخلات الناس بالذات احنا لازم يبقى في فكره كده جوانا نقولها للناس يعني، ومن اقامك قاضيا؟ مين طلب وجهه نظرك؟ مين طلب رايك؟ وخلي النهارده دعوتنا صريحة. ما تتكسفش انك توقف الناس عند حدودها. بصورة بقى أو بأخرى. بأسلوب لبق أو بأسلوب فيه حدية حسب شخصيتك وحسب طبيعة اللي قدامك. لكن لازم تعود تقول الكلمة دي. محدش طلب منك تتدخل في حياتي. الأهم مش ده وبس. الأهم في الحقيقة إن احنا لازم نتعلم إن في حاجة اسمها النسبيات والأمور المطلقة. معنى أنا شايف الامور دي المفروض تمشي بالطريقه الفلانيه دي وجهه نظر على فكره يعني انا شايف ان فلان وفلان لازم يكون عندهم عربيه مين قال لك انه لازم شايف ان فلان وفلان لازم يكون عندهم آآ آآ ولدين ثلاثه مين اللي قال لك انه لازم دي وجهه نظرك انت دي امور نسبيه من فضلكم ما تفرضوش الامور النسبيه كانها امور مطلقه كانه ده اللي لازم يحصل لازم يحصل انا وجهه نظر احنا تربينا على كده ما احنا مش كل اللي تربينا عليه صح على فكرة لا وظروف نشأتي وتربيتي تختلف كليا وجزئيا عن ظروف تربية ونشأة الآخرين ممكن أنا أكون اتربيت على أنه العربية دي شيء ضروري في, البيت صحيح. وهم لا شايفين أنه عادي أنا ممكن أستخدم مواصلات المشكلة يعني على فكرة ممكن يبقى معاه فلوس بس هو خايف يجيب عربية لمراته أنه خايف عليها بالظبط هو عنده القناعة كده مم. فالفكرة بس عايز أقول عليها إن احنا ممكن نكون حتى بحسن نيه بنتكلم وحسن نيه دي تؤدي إلى خراب بيت احنا مش واخدين بالنا منه. بالظبط. عشان كده عايزين نقول على حاجه مهمه جداً من فضلكم ما تتطوعوش إنك تقولوا وجهه نظركم إلا لو اتطلبت منكم. ولو اتطلب منكم وجهه نظر لو ما تنفذتش ما تزعلوش. طيب نروح بقى لنقطه تانيه أكثر خطوره. قدسة كنت بتقول انه اللي يتدخل في حياتك لازم تقول له لا ما ينفعش تدخل في حياتي طب اللي بيتدخل بقى ده لو كان حماتي م. امي اختي اخويا حد من اصدقائي المقربين جدا دول بقى انا هقول لهم ايه اقول لهم ما تتدخلوش في حياتي خط الامان الاول في تدخلات الحما والام هي قعده الزوجين مع بعض ده معنى. هو سمع من حماته بتقول كذا هو سمع من امه بتقول كذا م. في بعض الرجاله او بعض السيدات يعملوا ايه؟ ياخدوا الكلام ويجوا يبخوه في ودن الشريك. لا استنى بس اصبر بس. قبل ما تقولي الكلام ده اعقد الاول، هو الكلام اللي هم بيقولوه ده صح ولا غلط؟ طب نعرف منين؟ يعني هي مثلا مثلا بتعلق على فكره طبيخ مراتي مثلا. اه طيب فانا اجي اقول لها ايه؟ على فكره طبيخك مش عاجب حد. لا استنى بس. اصبر كده واحده واحده. انت مش مدرك ان الكلمه اللي انت بتنقلها دي حتى لو بتنقلها بهزار هي ممكن تكره طبعا. آآ 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 والدتك في مراتك او العكس. وبالتالي خط الامان الاول في كلام الناس ان الزوجين يتعلموا يتكلموا مع بعض بموضوعيه مش بشخصانيه، بمعنى ايه؟ في الحقيقه في كلمه بتتقال احنا عايزين نتكلم فيها. في عباره النهارده يعني ماما علقت عليها. على مامته هو او مامتها هي. في عباره النهارده قال باباكي كان بيقولها. انا شايف في الحقيقه انه ملوش حق في النقطه اللي فيها تقول له مثلا ايوه تعال نتفق على كذا ايوه بص بقى الكلمه ايه تعال نتفق على كذا تعال نشوف كذا لا سيبك منهم ايوه بدانا نعمل ايه احنا نتفاهم الاول فخط الامان الاول في حلقه النهارده نانسي من فضلك ان الزوج والزوجه يقعدوا مع بعض طيب الزوج والزوجة بيقعدوا مع بعض لكن مثلا هدي لقدسك أمثلة من الواقع العملي الاتنين خارجين عندهم مناسبة والام مثلا الحما يعني شافت انه البنت الصغنونه بنت ابنها لابسه فستان مش عاجبها وراحت قالت لابنها هو ده فستان ينفع تنزل بنتك بيه خليها تغير الفستان ده فقامت خناقه بقى والدنيا ولعت بسبب انه هي قالت راي سلبي مع انه كان شايف الفستان وما كانش فيه مشكله بالنسبه له بس لما ماما قالت فلازم الفستان يتغير في الموقف ده هو مفيش وقت ان احنا نتكلم او مفيش وقت اننا نتناقش، فيش وقت الزوجه تقول له تعالى نتناقش ون... ساعتها المفروض نعمل ايه او نتصرف ازاي؟ خلينا نتفق على حاجه اللي احنا اخترناه وما عندناش وقت نغيره دلوقتي اعتبره هو الصح. وتعال نعيد الحسابات بعد ما موقف يعدي. يعني انا خرجت خلاص دلوقتي رايحين الفرح والدتي شافت ان ان بنتي لابسه لبس يعني مثلا مكشوف شويه. لو انا قلت في وقت الخروجه نفسه ان ماما فعلا عندها حق او كده انا عملت ايه؟ ما حاجه. انا كده كرهت الناس وبعض. انا كده كهربت الجو زي ما بيقولوا. ده موقف يستدعي منك اصبر بعد ما تروح. قيس كالتالي واحد هل بنتك لابسه لبس يوافق الانجيل ولا لا؟ بالمناسبه مساله الحشمه مش مساله جدا بس, بس المسطره بتاعتنا بتتقاس انا غارس في بنتي مفهوم الحشمه ازاي؟ مفهوم الحشمة المقارنة بين اللبس مثلا يكون نص كم ولا تلتين ولا لقط لا مفهوم الحشمة هي بصر جسدها ازاي هي بصر جسدها من مفهوم الانجيل ولا من مفهوم الموضة المطلقة هل انا شايف بنتي وجهة نظر غير وجهة نظر امي ده طبيعي لكن ربنا وجهة نظره ايه في الموضوع ده عشان كده اول حاجة عايزين نغرزها في الاب والام وهم بيربوا علموا بناتكم ان المشكلة مش مين بيبص المشكلة مش مين وجهة نظره، المشكلة في حاجة تانية خالص، وجهة نظر المسيح إيه في اللي أنت لبسيه عشان كده بولس الرسول يقول لك أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ يعني إيه؟ أيوه يعني إيدي ورجلي وعيني وبقي كل دي أصلا مش بتاعتي، دي بتاعة المسيح. فراح أقول له إيه رأيك؟ ينفع اللبس ده تلبسه بنت آآ آآ مسيحية؟ عارف إن إحنا نخش في مسألة إيه؟ ما هو في مجتمعات ممكن البنت تلبس فيها مثلاً قط وفي مجتمعات ما ينفعش تلبس فيها الكلام ده كله. البس ولا اعمل ايه المفهوم مش الناس بس في الحقيقه الناس مهمين بس مش هم دول بس المقياس المقياس الاولاني هل ده لبسي ليق بواحد او بواحده بتحمل اسم المسيح عشان كده انا لو جينا اتكلمنا في اللبس وانا كنت حابب ان احنا ناجل النقطه دي بس لغايه ما اخلص موضوع الام اللي في الخروجه لكن بما انك فتحتيه انا انا هكلمك فيه في عجاله سريعه جدا المساله هنا مساله مفاهيم ايه اللي انا غارسه في بنتي وانا بربيها وايه اللي انا غارسه ومعلم بنتي تنظر الأمور بيه ما هو ده اللي انا بسال قدسك فيه يعني انا انا كام مثلا انا عارفه كويس قوي انه في, في نظريات مختلفه وجديده في التربيه وفي رؤيه يعني مثلا ماما اللي هي الحما ممكن تكون وجهه نظرها في موضوع اللبس ده انه لا البنت بتلبس كذا وبتلبس كذا واحنا اتربينا على كده لكن مثلا البنت اللي طالعه جديد في مجتمع مختلف شويه عندها نظره معينه شويه لفكره اللبس او باباها زي ما قدسك قلت كده مربيها على انه هي بتبص لنفسها ازاي فده ما يعجبش تيتا ما يعجبش الحما فدخلت الخناقه بقى في انه لا لازم بنتك تغير ده مفروض راي مين اللي هيمشي وفكره ان انا اغير قرار او اغير وجهه نظر في فستان انا نزلت اخترته معاها علشان ماما اتدخلت دي دي تتحل ازاي واحد يا تيتا كلامك يمشي على ولادك مش على احفادك احفادك لهم اب وام وبالتالي لازم هنا نقول للحما شيء مهم جدا ما تضيعيش ابديتك في مهاترات قد تكون غير حكيمه. لو انت عارفه ان مرات الابن هتقبل منك قوليها بينك ومرات الابن. بينك ومرات الابن مش قدام ابنك على فكره. مم. لان لان الزوجه ممكن تحس ان, إن امك عايزه انا اسف يعني عايزه تربي بنتنا على مزاجها، لا ما تربيهاش على مزاجنا حقها على فكره. مم. حقها. فهنا دايما نقول للحما بالذات والامهات انت ربيتي الاحفاد مش بتوعك، الاحفاد بتوع مين؟ بابا وماما. قدمي النصيحة بس بس بطريقة كمان مقبولة يعني. خلي بالك كنت بتقدم النصيحة يا تيتا اللي بتسمعيني ويا طنط ويا, ويا ماما وكل المسميات اللي احنا بنسمعها دي وانت بتقدم النصيحة نصيحتك مش ملزمة نصيحتك دي حاجة استشارية ولو هم رفضوا نصيحتك مش معناه ان هم بيحبوكيش او معناه ان هم بيحترموكيش لا هي مش مناسبه ليهم بالتالي انا دوري اقدم النصيحه وانا عارف ان ممكن ما ولو ما اتنفذتش انا مش هزعل طيب. الموقف اللي هقوله للقدس ده هل ده ضعف شخصيه ولا انعدام ثقه في النفس لما اكون انا وخطيبتي نازلين نشتري انا انا طبعا بقول امثله علشان اقرب اللي احنا عايزين نقوله لحضراتكم من الواقع انا وخطيبتي هننزل نشتري حاجات ونقينا عفش بيتنا لكن لما جينا نشتري انا اخدت مامتي وهو اخد مامته ومامتي او مامته سواء عندهم تعقيبات على اذواقنا ومش عاجبهم اللي احنا اشتريناه تمين. فالعريس تراجع عن اللي احنا اخترناه مع انه عاجبني انا شخصيا ومبسوطه منه بس هو تراجع ساعتها ده افسره ايه انعدام شخصيه ولا ضعف شخصيه ولا انعدام ثقه في النفس ولا هو شخص مش قيادي ولا هو عايز يريح دماغه في الاساس انا عندي غلطه الغلطة إن أنا نازل أشتري شقة أو أشتري أمور في الشقة تخصني أنا ومراتي فقط. إحنا بس نبقى عارفين البادجت المحطوط. يعني أنا هشتري أوضة النوم في حدود كذا، الأنتري في حدود كذا وهكذا. مم. يبقى الغلطة الأولى إن إحنا خدنا ناس ملهمش علاقة بالموضوع على فكرة. لأن دي أوضة نومي أنا. دي أنتريه أنا. ده العفش بتاعي انا يعني انا اخد بقى حد من اهلي وحد من اهله واحنا نزلنا نشتري عفش دي مش مش احسن حاجه لا خلاص ما تنفعش والكلام و... ده على فكره حتى يسري في عائلاتنا في الصعيد يعني الامور دلوقتي بقت متمدنه اكتر لا لو سمحتي يا حبيبتي لو سمحت يا حبيبي خد خطيبتك الاول وانزلوا املوا الدنيا فرجه واقعدوا قرن وشوفوا م. طب بعد ما جبنا قالوا له كلمتين اقول على حاجه اوعي اوعي تقبلي ان حد يعدل لك في عفش بعد ما اشتريتيه ليه بقى لان ده مؤشر من الاول ان حياتنا قابله للتعديل بعد ما انا وجوزي نتفق اه يعني انا لو حسيت ان هو بعد ما انا هو اتفقنا على حاجه بالنسبه لي انا جوهريه يعني ده ذوق احنا اتفقنا عليه احنا الاثنين وهو غير رايه بناء على توجيهات من والدته او او, أو, 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 أو توجيهات من اي حد أي كان معانا بالظبط كده وغير رايه بعدها ده معناه انه ممكن يحصل ده بعد كده نانسي المشكله مش ان انا جبت انتري لونه احمر ولا لونه اخضر احنا احنا كلنا عارفين ان حاجه لما بجيبها بعد شويه ما بقتش فارق احمر من اخضر من ازرق هي المشكله ابعد من كده بكتير المشكله كلها مين بعد كده قرروا في البيت انا ولا حماتي صح. فانا مشكلتي مش الانتري تلاقي حلو ولا وحش على فكره حلو من وحش مش فارقه بعد شويه والنهارده بقاش حد فاضي يروح عند حد المشكله مش كده مشكله مين صاحب القرار جوه البيت انا وجوزي ولا انا وحماتي الموضوع ابعد من كده بكتير جدا عشان كده ده مؤشر مش لطيف. وبقول اهو للبنت وبقول للولد ما هو الموقف هنا وهنا على فكره. العفش بالذات والحاجات الغير مصيريه دي لا يا حبيبي ده مؤشر خطير جدا، ده مؤشر انت فيما بعد ولادك مش انت اللي هتسميهم. المدرسة مش انت اللي هتختارها. مش انت اللي هتربي او مش انت اللي هتربي. ده مؤشر مش لطيف. في فرق اكيد ما بين ان انا اقدم نصيحه ما هو انا مثلا انا يعني انا شايفه مثلا ان طريقه تربيه ولاد بنتي مش مظبوطه او شايفه ان في حاجه غايبه عن الاب والام فانا عايزه انصحهم ازاي اقدم النصيحه بشكل محترم وفي نفس الوقت ما يكونش رايي له تاثير سلبي او يحسوا ان انا بتدخل في حياتهم وخصوصا لو كان الزوج او الزوجه عندهم فكره ضعف الشخصيه دي اللي هم بيتاثروا باراء الناس بسرعه القاعدة الأساسية وأنا بقدم النصيحة يعني أنا دلوقتي هتكلم على الشخص اللي بيقدم نصيحة اعرف بتقول إيه لمين إزاي وإمتى وليه أنت عايزة تقدمي النصيحة روحي أقدميها لناس تقبل منك الكلام م. يعني ما روحش عاتب واحد مثلا هو ما بيقبلش العتاب وبالتالي أنا شايفة مثلا لو هي حما وعايزة تنصح الزوج والزوجة اللي هم يعني ابنها ومرات ابنها انت عايزه تقدمي نصيحه وهي ما بتقبلكيش كلام حطي لسانك جوابك واسكتي انا عارف ان في ناس هتزعل الكلام ده بس بيت ابنك هيخرب على فكره يعني بيت ابنك يمشي نص لب زي ما بيقول ولا يتقفل اصلا ويتخرب <applause> <applause> انت شايفه انها تقبل نصيحه خديها على جنب في لحظه هي قبل منك الكلام كام وبنتها قولي يا حبيبتي ايه رايك لو عملنا كده جربي ما تيجي نجرب شايفه البنت قادره تتجاوب حسيها الموضوع ده بينك وبينها وما تروحيش تقولي لابنك ده النهارده وقفت قلت لمراتك واحد اتنين تلاته اربعه انت كده فقدت الامومه مع مرات الابن. اتنين لو سمحتي رايك ده مش راي الانجيل. يعني انت بتقدمي مثلا نصيحه هي هتروح تشتري العفش لونه ايه مثلا او تجيب مش عارف الحلل نوعها ايه. ده مش راي الانجيل، جابت اكس او واي او جابت زد مش مشكله. وبالتالي لما تلاقي رايك اترفض خليكي اعلى من كده خلي مش دي النقطه اللي احنا نتقمص فيها ونزعل فيها خلي دايما نظرتك ليهم نظره الام اللي بتحتوي الموقف مش داخله بنديه احنا عندنا مشكله مع الاباء والامهات في النديه لو ما عملتوش ده انا مش داخله بيتكم تاني طب اقول على حاجه يعني ما تخشيش انت حر ليه ما تخشيش ما هو طبعا هو مش لازم يقولوها كده بس هما بينهم نفسهم ايه ماما براحك. تقول لي عايزاه هي حر نعمل لا طب وليه دي تحطي نفسك كام او كحمة في موقف ضعف او في موقف انت قللتي بيه من خبرتك ومن عمرك ومن سنك الصوره دي مم. طيب في برضو بعض الاراء اللي ممكن الناس تكون قايلاها سواء بقى عن حسن نيه او سوء نيه احنا ممكن ما نعرفش نوايا الناس لكن ممكن تكون قاعدين في قعده صحاب وفي حد قال راي في اي حاجه في حياتي ازاي افلتر الاراء بحيث انه فعلا حتى لو كان قايل الجمله دي حتى لو عن سوء نيه ازاي انا اقدر اخد المفيد من اللي بيتقال واطبقه في حياتي قاعده الدفاع الاولى ونقولها المره الثانيه هي قاعده الزوج والزوجه مع بعض مش قدام بعض مش نديه ليس كل ما يقال من الناس غلط على فكره بالظبط ليس كل من الناس من ما يقال من الناس غلط الشاطر اللي يتعلم من عدوه من المؤذيين من المتعبين أفضل نصيحة تتقدم من العدو مش من الحبيب على فكرة ليه هو بيكون عايز ينقد خدي من النقد ده ما يفيدك واتركي منه ما يضرك فلان قال آآ آآ رأيه في تربية ولادنا ده شيء يعني تعبنا جدا اقعدوا بس استنوا بس على فكرة قد يكون في كلامه واحد في المية صح اشترى واحد في المية دي وقد يكون في كلامه شيء كتير من الصح يبقى هنا المشكلة مش مين اللي عمل لا المشكلة هنعمل ايه هنبني ازاي احنا عندنا مشكلة في الحتة دي نجد ان الزوج والزوجة داخل في سكة ايه ما هو تربيتك لا تربيتك كده <applause> لا حبيبي ثانية واحدة بس اللي بتقول عليها تربيتك دي هو اختيارك انت اساسا يعني الزوج دي انت اللي مختارها صح وحضرتك اللي بتقول عليه انه هو ما عرفش يربي عياله صح هو كمان يختارك انت كمان فبلاش تلقوا التهم او تحدفوا بعض بالتهم وقعدوا شوفوا هنحل ده ازاي يبقى نانسي لو سمحتي ليس كل ما يقال من الناس غلط بالعكس افضل ناس هيعلمونا هم الناس اللي بينتقدونا بس بشرط نكون احنا واثقين في نفسنا نكون احنا بنتعلم نقعد نتكلم مع بعض بموضوعيه مش بشخصانيه مش حاجه اسمها انت وانا احنا طيب لو فعلا في ناس بتقول اراء سلبيه وانا شخص لظروف ما انا عندي ضعف في شخصيتي او انا بتاثر بكلام الناس او بحس انه تقييمي في الحياه متوقف على كلام فلان وفلان 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 انا بعد حلقه النهارده دي ممكن اشتغل على شخصيتي ازاي يعني اكيد ده بيبقى متعب ومؤلم وخصوصا لو كانت الاراء بتكون سلبيه او او كل واحد بينظر عليا بوجهه نظره هو هقول كلمه في ودن الازواج الرجاله الاول ومن غير ما الزوجات يسمعونا يعني في بعض الرجاله ما يقدرش يستحمل النصيحه من مراته دي يحس ان هو مش مش هينفع يقول لك انا مش هينفع امشي البيت بعد كده طب اعمل ايه هنا انا مش هكبره على ده شوف حد انت بتثق فيه ولا حباز لو كان ده اب اعترافك او مرشد روحي او خادم بتاعك زمان وانت صغير روح افتح له قلبك ويبدا يدي لك روشتات كده يعني من تحت التراويز زي ما بيقولوا تبقى الصوره قدام مراتك ايه ان انت بدات تعمل خلي بالك يا نانسي الحكمه عباره عن اختبارات والاختبارات تيجي بالممارسه صح والممارسه عايزه انك تسمع من واحد امين ومش متداخل في حياتك يعني مش هقول لك ينفعش تروح تاخد نصيحه من امك او من حماتك لا من اخوك لا من والدك لا ليه لان هو في الاخر هو منحاز ليك لكن خد نصيحه من خادم كبير من اب اعتراف من مرشد وبالتالي تبقى ضامن هو مش هيروح يقول لمراتك ده جوزك بيقعد معايا وانا بعلمه واحد 2 3 4 ولا تبقى انت حاسس ان انت مكسور قدام مراتك صحيح النقطه دي مهمه جدا طبعا انا افضل السيناريو الثاني ان هو يكون هو ومراته اصدقاء م. بس دي مش كتير في مجتمعنا عشان نكون برضو عادلين الجزء التاني بقى من الموضوع النهارده واللي ليه علاقه احنا اتكلمنا عن الناس اللي بتغير قراراتها بناء على اراء الناس. الناس بقى اللي طول الوقت مش بيهمها غير الناس هتقول علينا ايه. طب انا عايز اقول كلمه معلش قبل ما الناس تقول علينا ايه. تيجي نتفق اتفاق كده ونعلقه في النهارده في اوضه نومنا او على باب الشقه من بره. ما تم الاتفاق عليه في قعده ما بين الزوجين ما تقبلوش تغير الا في قعده ما بين الزوجين. يعني ما ينفعش لمجرد ان كلمه اتقالت من طرف خارجي القرار يتغير وقتي ومن طرف واحد انا عايز انصح بنات اللي بيتفرجوا علينا مش مشكله مين قال ايه المشكله هل الكلمه دي لما اتقالت اثرت علينا ولا جوزك كان عاقل وسمع وطلع انت قاعده عند حماتك وقالت كلمه جوزك كانه ولا سمعها والدنيا عدت خلاص ما توقفيش عليها قالت كلمه هو بعد كده حاسبك عليها او يتكلم عليها كده نوقف م. يعني في حاجات خليكي انت زوجه ذكيه ما تفعصيش فيها هو عارف ان مامته متعبه هو عارف ان اخته متعبه عارف ان اخته بتغير مني الراجل سمع الكلمتين ولا كانهم موجودين وعدوا ما تعدي انت كمان مم. يبقى ما يتم الاتفاق عليه في ما بين الزوجين لا يتم تغييره ولا تعديله الا بقعده ما بين الزوجين تمام كده احنا متفقين نروح بقى على الناس هتقول علينا ايه ويمكن الجمله دي زي ما قلت كده في البدايه مفيش حد ما سمعهاش او ما قالهاش صحيح بقصد او بدون قصد يعني مثلا خليني اقول لقدسك كده مجموعه من الامثله ال 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 الام اللي تقول مثلا لبنتها الارمله انت هتغيري الاسود الناس هتقول عننا ايه الزوج اللي يقول لزوجته مثلا وطبيعه شغلها بتستوجب ان هي مثلا تكون راجعه متاخر شويه بتشتغل نبطشيات فترات مختلفه من اليوم ملهاش مواعيد محدده انت هتفضحينا الناس هتقول علينا ايه الاب اللي دايما طول الوقت يعاير بنته بانها بترفض العرسان وهكذا ومش عايزه تتجوز الناس هتقول علينا ايه البنت اللي اتخطبت مره في المره الثانيه عايزه تفسخ الخطوبه لا كملي كم حتى لو الزوج مش مناسب او الخطيب ده مش مناسب الناس هتقول علينا الناس إيه. وشنا بالظبط الناس هتقول علينا ايه ده بقى فيروس وبيحطم بيوت كتيره جدا راي قدسك ايه في الموضوع ده بالرغم ان هو فيروس لكنه مسطره كويسه في بعض الاحيان بالمناسبه لا ده احنا كده ايه <applause> يعني بالمناسبه <applause> احنا قلنا في بدايه الحلقه انه افضل حد اتعلم منه عدوي تمام على فكره افضل حد اتعلم منه مديرك المتعب الغلس ده يتعلم منه على فكره كتير لكن انت استعرضتي مواقف يا في قمه الخطوره يعني الام اللي بتقول لبنتها الارمله انت قلعت ليه ما قلعتوش احنا هنا في قدام مساله نسبيه بحته هنا مش بتكلم في حشمه او غير حشمه، لا هنا بنتكلم ان الناس هيقولوا عليك انك مش محترمه جوزك. ايوه يا ابونا ما الحزن في القلب والكلام ده كله، ايوه بس احنا في الاخر عايشين وسط مجتمع احنا جزء منه. مجتمع احنا محميين فيه. ففي الحاله دي هي محتاجه مني اقيسها على مجتمعي، لو انا في مجتمع يعني ويل ده اكتر، متمدن اكتر، لا ممكن يعني ننبه ماما هنا ماما حدش دعوه بحد هنا كل واحد في حياته. لكن لو انا في مجتمع يعني زي عائلتنا كده في مجتمعات يعني شعبية في مجتمعات سعودية فلاحين للأسف طالما ده مش هيتعارض مع الإنجيل هتضطر تلبس نظرة الناس هعترض أي طبعا طبعا هعترض <applause> لأنه أنا طبعا موافقة قدسك أنه التغيير الخاص بافكار الناس و... ومسلماتهم هياخد وقت طويل طبعا بس هو فكره ان انا احبس واحده ارمله جوه اللبس الاسود عشان المجتمع عايز كده ده ظلم ليها حتى لا. لو كانت المجتمعات شعبيه لكن ناخد ناخد برضه ال... 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 يعني الدنيا من... من نمسك العصا من النص يعني مش بعد ثلاث ايام اروح اقلع عليه. سفر. لا اكيد وهي مش هتقول لها كده بس انا انا فعلا بتكلم على كيسز يعني مثلا في واحده فعلا كبيره في السن وانا اعرفها بنتها ارمله وهي صغيره في السن وبقالها سنين لابسه اسود والبنت من حقها ان هي تعيش ومن حقها ان هي تجرب مره تانية ما عندهاش اطفال من حقها ان هي تشوف الحياه بمنظور مختلف عن السواد والظلمة اللي هي عايشه فيها لكن ما ينفعش نعمل ده عشان احنا عايشين في مجتمعات شعبيه وانه ده عيب والناس هتقول علينا ايه ده ظلم لا ما احنا قلنا ان المقياس بتاع الانجيل هو في الاساس يعني بولس الرسول قال لا تحزنوا كالباقين الذين ليس لهم رجاء اساسا يعني انت لو عايز تتكلمي على الاسود والابيض هي اساسا دي ملهاش مرجعيه في الكتاب مقدس مرجعيتها الاساسيه هي العادات والتقاليد. يعني لو لبست ابيض صح لو لبست اسود يعني مع بعض تحفظ برضه مش صح. لكن انا ممكن اعمل ايه؟ الناس في, ال... في الواقع يعني كتير شهر 40 يوم اللي هو حتى الكنيسه يعني بعد 40 يوم ابداي انت يا حبيبتي لوني. المهم ان الام وهي بتدافع عن بنتها ما تجيش في صف الناس. لان يعني بنتامج مش بتعمل حاجه غلط بالظبط بالظبط ده مقياس مهم قوي هو ده هو ده اللي انا عايزه اوصل ليه انه وانت بت بتقول خلي بالك من كلام الناس هي الام خايفه على البنت بس في واقع الامر هي بتحبس البنت في سجن الناس هتقول عليها انت إيه؟ احنا احنا بنتبرع للناس بالسكاكين اللي بيرموها علينا بالظبط بالظبط يعني احنا نقول لهم اه ما هو اصلك ما هو اصلك دي في الحقيقه ما شافتش تربيه في الحقيقه ما بقاش زي زمان لا صحيلك حيلك مين اللي قال لك ان زمان كان صح مين اللي قال لك ان الناس زمان كان كل افكارهم صح؟ بالعكس كان الناس ممكن في بعض الامور جوه دايره المجتمع بس قال ايه لكن الانجيل قال ايه وما يعرفوش الكلام ده. البنت اللي اتخطبت فتره طويله او البنت اللي اتخطبت اكتر من مره ومضطره ان تتجوز بس عشان الناس هتقول علينا ايه؟ عنها ما اتجوزت. بص الكلمه دي عنها ما اتجوزت. حبيبتي اتخطبي مره واثنين وثلاثه طالما م. تحت مشهورة اب اعترافك وطالما عقلك مش قابل نفسك مش مرتاحة احنا بنعمل الخطوبة في الاساس عشان نختبر بيها هنتجوز ولا لا دايما نقول كلمة لولادنا في الخطوبة يعني الخطوبة دي خمسين في هتكمل و في لا فيبصوا كده يقولون انت جاي تبارك ولا جاي تفسخ في الحقيقة انا جاي افتح احنا مش عاملين خطوبة عشان نجهز الشقة احنا هنختبر هنمشي ونقدر نكمل على عيوب بعض ولا لا وده كمان مفهوم من ضمن المفاهيم اللي برضه هتاخد وقت في التغيير، في ناس استوعبت ده وابتدت تفهم ده لانه برضه في برامج دلوقتي بتتكلم عن المواضيع دي، في حاجات كتيره السوشيال ميديا انتشرت لكن برضه في ناس متمسكه بفكره الناس هتقول علينا ايه. بس عايزين نقول للبنات ما تتجوزيش غصب عنك حتى لو سمعتي كلام ما تموتنيش يا بنتي وانا قلقان عليكي، حبيبي يعني آه. يعني ربنا يديلك العمر والصحه لكن انا مش ابلع لقمه وانا مش حباها. اعتقد انه الاب او الام او الاخ او الاخت اللي بيسمحوا بفكره الناس هتقول علينا ايه مشكلته مع عندهم هم يعني اعتقد ان الشخصيه دي عندها شيء نفسي ما بيخليها طول الوقت بصل للناس مع انه في واقع الامر ممكن يبقى يك... ما فيش حد بص علينا ما فيش حد مهتم اصلا هو بيحاول يبقى كبير احيانا في وسط اللي حواليه من غير ما حد يطلب منه ده يعني انا هحكي لك على امثله بعد ما الاب مات الاخ الكبير اللي مالوش شخصيه اصلا بقى عايز يعمل نفسه كبير العيله. فاضطر يعمل امور تيجي على بيته في مقابل ايه؟ انه حاسس ان هو هو الكبير. حبيبي الكبير مش اللي بيبيع بيته، ده بيتك ومراتك اولويه عن اي حد تاني. انت اخواتك كبار يعني انت انت بتعمل كده واخواتك اصلا كبار يعني مش اطفال. وبالتالي في ناس بتتبرع في الحقيقه بالمشاكل لنفسها وما حدش طلب منه ده انت قلت كلمه حلوه جدا هو اصلا ما حاجة بيبص عليه. فعلا في ناس كده ما حدش واخد باله اصلا من اللي انت بتعمله لكن انت اللي عندك مشكله الناس هتقول علينا ايه الناس هتبص تقول لنا ايه يبقى رجعينا تاني يا نانسي ان خط الدفاع الاول بتاعي انا كراجل او انا كست قعدتي انا وجوزي مع بعض طب انا كراجل مش بتقبل من مراتي دايما النصيحه ارجع بقى اللي قلنا عليه الخادم الكبير اللي عرفه من زمان قبل الاعتراف المرشد اي حد يديه نصيحه من تحت الترابيزه طيب لو ده بين الازواج لكن انا مثلا دلوقتي في اسره والبنت اللي هتتخطب او اللي اتخطبت واللي لازم تكمل الجواز عشان الناس البنت مثلا اللي مضطره ان هي تتعامل بشكل معين مع الناس اللي حواليها بالرغم من ان إيه هي مش قابله يعني في مثلا انا بشوف مثلا ان في بنات كتير تبقى ملتزمه بتصرفات معينه او فريم معين هي حطاه لنفسها وسط مثلا الجيران والعيله والمعارف لكن بره ما بتلتزمش بالفريم ده بس لمجرد ان ده كلام الناس عايشه مزدوجه يعني عايشه حياه مزدوجه بسبب انه اتحط في ذهنها انه عشان الناس هتقول علينا ايه خلينا نسكن لو الازدواجيه دي اللي يناسبوا الانجيل يبقى ده ذكاء اجتماعي م. لو في وضع في الانجيل يبقى ده رياء ممكن نوضح اكتر يعني بمعنى ايه انا وسط الجيران مثلا يعني آه مش بلبس آه لبس معين لكن في مجتمع الشغل انه مجتمع متمدن اكتر ممكن اعمل ده لا استني بقى هنا المقياس بتاعي ولا الجيران ولا الشغل هنا المقياس بتاعي دي زينه توافق بنت تحمل روح القدس ولا لا بالظبط طيب انا الناس بيحبوني يعني مثلا آه اتصرف سلوك معين وفي الشغل بقى لي سلوك مش اقول مختلف لكن تاني لو السلوكين صح والسلوكين ينفع نبان بيهم قدام ربنا يبقى يا حبيبتي ده اوكي اعملي ده لكن فيهم سلوك لا ربنا ما يوافقش عليه يبقى ده عندك مشكلة فيه بالظبط طيب عايزين نعرف من قدسك برضو ايه الحدود المسموح بها في اني اتقبل كلام الناس او لا اتقبله يعني انا مثلا زي ما قلت لقدسك كده في البداية انه احنا بنسمع كتير قوي جملة الناس هتقول علينا ايه طب انا امتى؟ اقبل الكلمة دي واحطها قدامي بانه دي الارم على حاجة غلط معينة هتحصل وامتى اقول لا ما حدش لي انه يتدخل في حياتي حياة يقودها عقلك وصلاتك افضل بكتير من حياة يقودها كلام الناس م. حقيقة ده شعار يعني دي مقولة لطيفة جدا ايه مرجعيتي مرجعيتي ان انا بفكر ولا اللي انا بيجي في دماغي بعمله مرجعيتي ان واحد اول معلق ايه ده ايه العربيه اللي انت راكبها دي دي عربيه انا وحش جدا اتعقد وهروح ابيعها لا حيلك حيلك اصبر بتعمل ايه اعقل كده وهدى اتنين هل اللي انت بتعمله ده هيبقى موضوع تعترف بيه يعني خطيه ولا ده موضوع اصلا ملوش علاقه بالموضوعات دي وانا يعني الدنيا معايا دي ولا خطيه ولا حاجه فالمقياس بتاعي انا كانسان عادي انا لا تبعد عن الزوج والزوجه حتى انسان عادي عقلك وصلاتك هم المقياس اللي تقيس بيه لو كلام الناس صح اعمل الصح ده وكان كلام الناس نصيحه كلام الناس غلط ركب مصورة من ودنك دي لودنك دي واللي تسمعه زحلقه من الناحيه الثانيه طب كلام الناس في شيء من الصح يا بخت اللي يعرف ينقي المناسب ليه بالظبط ده مهم ده مهم نتعلمه وده توقف على طبيعه الشخصيه المستقبله يعني انا انا كشخص ايه اللي يخليني اعرف افلتر الكلام تربيه يا التربيه عايزين الاب والام انت ممكن تشوه ابنك وبنتك بالتربيه الغلط بمعنى ايه؟ ما تخليه يغلط مش لازم ابنك يجيب 10 من 10 كل مره على فكره هقول على النصيحه للاباء والامهات استمتعوا استمتعوا بالدرجات القليله لاولادكم كلنا عايزين اولادنا يطلعوا الاوائل طب مين يطلع الثاني؟ مين يطلع الثالث؟ الشطاره مش ابنك يجيب كام المهم هو اتعلم ايه؟ احنا عايشين في مجتمع واكتشفنا ان الشاطر مش اللي بيجيب الدرجه النهائيه لا الشاطر اللي بيتعلم يعني طلع مش انجح الناس اللي بيجوا 100% في الثانويه في العامه طلع انجح الناس اللي بيجوا 100% في, في علاقتهم بربنا وفي الحياه عشان كده لو سمحت يا بابا ويا ماما خلي ابنك يغلط طالما الغلط في حدود اللي تعرف تحميه بيها خلي ابنك يقع طالما الوقع عنده هيخليه يتعلم ان دي اللي وقعته ولما تيجي تقومه ما تتبرعش بالاوامين خليه يدفع الثمن في الحدود اللي يحتملها هتلاقوا ابن وبنت يقدروا يفلتروا امتى يقوم وامتى ما يقعش بص بقى الكلمه دي وامتى ما يقعش ولو وقع يقوم ولو سمع كلمه ازاي ياخدها بالنسبه له يعني كلام الناس صخره اما تحمليه على ظهرك فتنكسر ظهرك بيه لا اما تحطيه عتبه الباب وتطلعي بيه بالظبط بس فعلا في بعض الاباء والامهات بيغلطوا في حق اولادهم لما يمهدوا لهم الطريق لدرجه انه حتى لما يجي يقعد قدام حد ما فاهم اللي قدامه ده يقصد بالكلام ده شر ولا خير يقصد ينصحني ولا يقصد يتنمر عليا يقصد يقدم لي حاجه خالصه من قلبه ولا جواه شر ناحيتي فعلا احنا ما بنربيش ولادنا على انهم يفلتروا بنحميهم لدرجه تخليهم عظمهم طري لدرجه انهم مش عارفين الصح من الغلط ايه حضرتك نازله مع بنتك وراح تشتري معاها طقم معين أنت شايفة أن الكحل بيليق عليها أكتر. هي شايفة أن الأخضر يليق عليها أكتر. خليها تلبس وتسمع تعليقات الناس بودنها. ما قد يكون أنت شخصياً محاكمة غلط. وقد يكون هي شخصياً محتاجة تتلسع الأول في الحديدة دي عشان تعرف أن ده بوتاجاز بيلسع. طب مبدأ أنه أنا هربي ابني أو بنتي على أني ما بيهمنيش كلام الناس، ده صح ولا غلط؟ في المطلق غلط. احنا وسط ناس يجب أن نكون بينهم سفراء للمسيح. ما ينفعش اكون ما يهمنيش كلام الناس وانزل انا ومراتي لابسين لبس غير لائق لا خلي بالك انت تحمل اسم المسيح فلازم تكون قد ده في مسؤوليه الحته دي فيها مشكله في فكره انا حر لا خلي بالك انت حر في حدود انك مواطن سماوي وليس مواطن ارضي في التزام اسمه انك تحمل اسم المسيح وبالتالي المقياس بتاعك عقلي ومسبحي المقياس بتاعي مش كلام الناس مش الموضة مش أنا شايف لا ثانية واحدة بس يا فندم المسيح شايف ايه خدت رأيه عارف الآية بتاعت مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح تعرف دي معناها إيه؟ كل فكرة تيجي أكتبها في ورقة وأروح آخد موافقة عليها ها رب تمضي ولا مش هينفع؟ لو مضى أعملها ما مضاش مرفوض يا فندم فالمقياس ابعد من كده بكتير جدا ان بنتي تلبس يعني مايكرو جيب ولا جيب ولا بنطلون لا لا الموضوع ابعد من كده بكتير المسيح وافق ولا ما وفيش طيب لو احنا هنطبق ده على الواقع العملي ومثلا انا زوجه دلوقتي وعندي ابناء وربتهم على انهم يعرفوا يفلتروا الامور من بعضها لكن انا عندي مشكله مع جوزي انه بيتاثر جدا بكلام الام بيتاثر جدا بكلام الجيران الاصدقاء في مشاكل ما بيننا بسبب انه ما فيش اتفاق وعلى فكره في اسر كتير جدا خلاص ما بقاش ينفع وده من واقع بقى الخبره العمليه ما بقاش ينفع انهم يقعدوا مع بعض علشان يتفقوا على فريم يمشوا بحياتهم يعني في في ناس العلاقات ما بينها متدهوره الى اقصى حد متكسره بالظبط دول يتعاملوا ازاي في فكره انه بقى مش هنتخانق كمان عشان كلام الناس نعمل ايه لو الاولاد في الجامعه ممكن يتم اتخاذ صديق منهم طرف من الاثنين في الجامعه اقل من كده لا في العمر انه ما يتحملش ده في طرف تاني احنا قلنا عليه ابونا بتاع العيله ابونا اللي هو بيرشد الاثنين ابونا اللي ليه كلمه على الطرفين انا كراجل احنا قلنا في بدايه الحلقه هو هيعمل ايه هو عنده حل من تحت الترابيزه إيه مش عيب انا كزوج او زوجه يعني ان انا اكون بعلن ان احنا مش عارفين نتفهم نعمل ايه لازم نطلب تدخل من طرف اخر بره العيله وبره الاصدقاء وبره الحاله اليومية بتاعتي لازم يكون في حل الحل بتاع كل واحد على مزاجه قاتل والحل بتاع انا هسيبها و... و... ومش عارف ايه وهي كده كده ما بتحترمنيش قاتل اكتر لان خلي بالك عزيز زوج لو انت فشلت في ايجاد تواصل مع مراتك عندك مشكله في ولادك اللي جاي هيبقى اصعب بالمناسبه اكتر ناس بيدفعوا الثمن في, في الزوج والزوجه اللي هم متكسر بينهم العلاقات دي هم مين الاولاد طبعا الاولاد م. انت فشلت في اختيارك وهي فشلت في اختيارها انا بتكلم باللغه بتاعتهم يعني طب ولادك زموم ايه النقطه دي مهمه جدا 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 هنا الطرف الثالث يفيد مهم جدا وهقول على كلمه نقطه مهمه قوي يعني اتمنى ان يكون فيهم طرف روحاني وياما مشاكل اتحلت عن طريق ان في واحد فيهم بقى يزوق الثاني على المذبح هو مش روح ينصح على فكره م. هو زي ما بيقولوا كده هو بيجيب له المذبح لغايه عنده طيب مثلا مثلا في اسر يمكن بيطبقوا الموضوع بالعكس يعني هو بيجيب الـ الـ الاكل والشرب والاحتياجات عشان ما حدش يقول عليه حاجه عشان كلام الناس هو بيسكنهم في مكان محترم عشان كلام الناس هو بيجيب العربيه عشان كلام الناس هو بيودي ولاده مدارس محترمه علشان كلام الناس هو بيعمل كل حاجه عشان الناس يعني هو بيلبس وبيخرج وبياكل وبيشرب وبيسافر و... علشان ما حدش يقول عليه حاجه وجاهه اجتماعيه منظرة يعني ودول موجودين على أرض الواقع وفي ناس يمكن ولادهم اللي بيبعتوا لنا يقولوا إنه إحنا حاسين إن الحياة ما طعم هي حياة مجردة من أي مشاعر إحنا عندنا كل حاجة لكن كل حاجة معمولة عشان بس الناس ما تقولش علينا حاجة دول نقول لهم إيه؟ هقول على حل بره الأفكار المعلبة لو بيعمل علشان كلام الناس وبيعمل أشياء إيجابية ويل أند كويس يعني هو عشان كلام الناس اشتغل أكتر ودخل ولاده مدارس كويسة وسكن في مكان كويس كويس يبقى انا كمرشد او انا كاب روحي لما اجي اقعد مع الزوج ده ابدا بفكره ايه؟ برافو عليك. انك عملت كده. طبعا مم. ودي على فكره بنقول حتى للزوجات بلاش تعلق المشانق لجوزك وبتبقي مقرطه عليه في اللي عمله هو عمل صح مش احنا قلنا من شويه ان كلام الناس مش كله غلط؟ ففي ناس كلام الناس ده فعّل النجاح ولا نستغل ده ونبني عليه. الضحيه هنا المشاعر لان هو بيعمل ده دايما مش بدافع الحب هنا بيعمل ده بدافع ايه الواجهه الاجتماعيه ما قدمناش غير ان احنا نبني على الكويس اللي اتعمل والباقي إيه؟ لو قدرنا نصلحه كان بيهم. قدرناش نصلحه اقول للولد والبنت اشكر ربنا على بابا غيره ما عملش طيب بستاذن قصك هنخرج لفاصل ونرجع بقى علشان نقدم نصيحه لكل زوجين بيتفرجوا علينا ازاي نتجنب الوحش في كلام الناس وازاي ناخد الحلو اللي في كلامهم لكن بعد الفاصل خليكم معانا أبو الأبن والروح القدس الاله الواحد امين مفاتيح السعاده الزوجيه في حاجه مهمه قوي اسمها طول الانا بيعتبرها الكتاب من ثمر الروح يعني اي شخص روحاني روح الله باين عليه من ثمر الروح طول الانا اللي ساعات نسميه الصبر او الاحتمال ضروري جدا يكون في صبر وطول انا في الحياه الاسريه ليه لانه الدنيا مش بتدينا كل حاجه فلازم نطول بالنا على بعض لازم نستحمل بعض لازم نعذر بعض لازم مش كل اللي عاوزينه يحصل زي ما احنا عاوزينه بالظبط ما احنا مش عايشين لوحدنا فيبقى الواحد عنده قدره على التنازل عنده نفس طويل شويه يا بخت الست اللي جوزها باله طويل اهي دي بتبقى سعيده وبالها مرتاح ليه؟ عارفه ان جوزها بيعذر وبيفوت وبيستحمل وبيضحك المواضيع وما بيقفش يا بخت الراجل اللي شايف مراته بالها طويلة عليه حتى لو هو غلط ولا زعق هي وديعة نفسها طويل فتفوت المواضيع وهو كمان بيحاول يصلح في نفسه طول يا جماعة معناه إن إحنا حتى لما ربنا يتأخر علينا إحنا برضو مطولين بالنا اللي عندنا ثقة إنه بيختار أحسن وقت وأحسن استجابه فما بنتضايقش حتى لو في مشكلة عندنا حطيناها في الصلاة أدينا مطولين بالنا عليك يا رب طول البال كمان معناها أن أنا طويل الباب على نفسي يعني عارف أن أنا مش عارفة أتغير طب وماله بكرة هتغير عيب فيا مش راضي يتصلح أديني بحاول وبصلي لكن مش هيأس من نفسي هيفضل عندي طول بال حتى على نفسي طول البال في التربية مهم جدا يا أمهات كفاياكوا زعيق العيال بتتغير بالراحة قوي إنما كتر الزعيق بيوقف نموهم لما نطول بالنا عليهم هم هيتصلحوا لوحدهم بس نديهم وقت خلينا نتمسك بطول الأنا عشان نعرف نعيش سعادة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا حب حضراتكم معانا مره تانية في بيت على الصخر برحب بقدسك معانا منورنا قدسابونا اهلا وسهلا بيكي وقبل الفاصل كنا بنتكلم على كلام الناس المفيد اللي ينفع ناخد بيه واحنا مقتنعين والكلام اللي بيضر من ضمن الامثله اللي يمكن طرحناها قبل الفاصل فكره انه الزوج اللي بيلوم زوجته بانها بتشتغل ممكن تكون بترجع في اوقات مختلفه ممكن تكون بترجع متاخر شويه بالرغم من انه عارف طبيعه شغلها ومكان شغلها وعارف مواعيد شغلها لكن كلام الناس مخليه طول الوقت عامل مشاكل ما بينه وما بينها راي واتساك سؤال للزوج عارف ولا راضي استك لو انت راضي انا هقول الحل دلوقتي يعني انت راضي على شغل مراتك المتاخر مثلا بتشتغل في مجال معين والمجال ده فيه تاخير زي مثلا بتشتغل دكتوره في مستشفى في صيدليه فوقت بيجي متاخر لو انت اصلا مش راضي فما تحطش شماعتك كلام الناس بتتلكك يعني يعني تكون صراحه مم. انا هفترض حسن النيه ولا ان هو راضي بس مش عارف يعمل ايه روح ليها احيانا في شغلها هاتها وارجع بيها متاخر عشان تثبت للناس اللي بتتكلم انه ما, إن ما فيش مشكله اتنين ما تتكلمش مع الناس عن مراتك بتشتغل ايه او بتتكلم ايه وانت مش راضي تفخر بيها مم. انا مراتي بتشتغل شغلانه اتمنى ان كل بنت لما تكبر تشتغلها انا انا ومراتي تعبنا جدا عشان ربنا يوفقنا انها تاخد الشغلانه دي ايوه انت بدات تعمل ايه خليت الناس شوف بيجيب مراته ازاي من الشغل ربنا يخليهم لبعض لكن حضرتك مش راضي فما تمثلش وتقولي ده كلام الناس ده مش كلام الناس ده كلامك انت بس انت بتلبسه الكلام الناس. حلو قوي اللي قدسك قلته ده يعني قدسك دلوقتي قلت انه انا بيا وبتصرفاتي ممكن اخلي الناس تغير وجهه نظرها في الكلام وطريقته اللي بتتقال عننا يعني زي ما قدسك قلت كده انه مثلا انا لو رحت جبتها انا برسخ لفكره انه لا انا بقى اللي راضي طبعاً. وانا اللي بروح اجيبها وربنا يخليهم لبعض ده بيساعدها ده بيسندها ده بيشجعها في مواقف بقى كتير كده يعني لما مثلا الاب يقف جنب بنته في جوازه هي مش عايزاها وهو اللي يقول انا مع بنتي في اللي هي عايزاه انا مع بنتي في اللي هي تختاره انا مش هخليها تتجوز غصب عنها الموقف يتحول تماما في نظر الناس فعلا الراجل ده عنده حق امال يعني تتجوز وبعد كده ترجع غضبانه ومتضايقه وايا كان قرارك انا في ظهرك بس الكلمه دي اه الكلمه دي مهمه كان قرارك انا في ظهرك ده الام لبنته او لمراته على فكره دي بتخلي بيرفع الضغط النفسي في الشخص اللي هينفذ الحاجه انه مهما عمل هيلاقي اللي يقول له ايه ولا يهمك انا معاك يعني انت لو بت... بتتضايق من كلام الناس بص جواك انت بتعمل ايه وانت هتغير كلام الناس وانت راضي ولا لا آه. على فكره في احيان ناس بتبقى راضيه على كلام الناس وبتاخده وتكبر بيه الحكايه م. لو مش راضي هيلاقي ان في حلول كتير مهم قوي ده, ده, ده كان مهم قوي في الجزء الاخير من فقرتنا النهارده اننا نقول انه الموضوع ده ليه لو كلام الناس بيضايقك بس انت مقتنع باللي انت بتعمله انت هتقدر تغير كلام الناس عجبني حد يقول اجعل افعالك تصنع كلام الناس ولا تجعل كلام الناس يصنع افعالك نقولها تاني اجعل افعالك تصنع كلام الناس ولا تجعل كلام الناس يصنع افعالك هايل اخر نقطه بقى في حلقتنا النهارده وقدسك يمكن اشرت ليها بشكل كده سريع عايزين نعرف شويه كده عن القعده اللي قدسك بتقول عليها ان هي تبقى خط الدفاع الاول علشان ما نسمعش كلام الناس او ما نتضايقش من كلام الناس لازم يبقى في قعده ما بين الزوجين بيقولوا فيها ايه بقى القعده دي كنت متوقع أنا جاسين السؤال ده على فكره نانسي لان في الحقيقه احنا دايما نقول للناس ايه حب ربنا ايوه حبه ازاي ما حدش قال لي طب الدفاع خط دفاع الاول بينك ومراتك هنقعد نعمل فيه ايه أول حاجة اتعلموا تستمعوا لبعض يعني وأنت بتستمع احترم لسانها وأنت بتستمعي ما تنغصيش الكلمات عليه وما تقعديش تهزري وتت... يعني زي ما بيقولوا كده تتريقي على كلامه استمعي باحترام واستمع باحترام اتنين حللوا حللوا الكلام والدتك بتقول إن أكل مراتك وحش وأنت أساسا شايف إن في الحقيقة لا إن أكل مراتك هو اللي حلو فقل لها بصي ما بتقول كده سيكو اللي بتقوله ده دي بس من كتر ما هي بتحبني وبتحبك مش هان عليا ان احنا يعني نتحرب من اكلها هو عمل ايه حلل حلله لو سمحت ثلاثة بلاش تبقى القعده دي فيها انت وانتي خلينا ايه احنا قدام حاجه وعايزين نشوف لها حل حرف النون هنا يبعد عن الشخص إنه يكون في موقف مدافع لو في طرف القعده دي بقى مدافع القعده باظت تلاتة اتعلموا تتناقشوا بصوت هادي وبعيد عن الأولاد ليه بعيد عن الأولاد؟ لأن في مواقف عزيزة الزوجة جوزك مش ممكن يعترف بغلط قدام ولاده حتى لو قبل فكرة إنه يعترف بغلطه قدامك مش هيقبلها قدام ولاده أنت كمان خلي بالك مراتك دي عندها مشاعر دي بني ليها كيان وليها عقل أنت مش واخد واحدة كانت حجر في بيت باباها وجاية تكمل عندك تبقى حجر انت واخد ليها كيان تربت تصرف عليها بنت ناس لازم نعملها بنت ناس نقطه مهمه جدا بلاش سوء النيه بلاش ان احنا نخش جوانية بعض بلاش فكره انا عارفه ان انت عملت عشان انت مش عارف عايزه كده انت مالك اديله مساحه يتحرك فيها حافظ على ما وجهه الراجل بالذات لو اتعلم ان مراته بتقعده جوه القعده دي عباره عن مدرسه وطالب مش هيقعدها تاني انت كمان ما تقعدش مراتك قعدة الطفلة الصغيرة اللي باباها بيضربها ما هو الضرب هنا ممكن يكون بالكلام مش شرط يكون ضرب فعل يعني وبالتالي حافظوا على مشاعر بعض بلاش تقولها فكرة ايه انا عارف نيتك انا عارف ان انت اصلا عمرك ما نجحت في الكلام ده كله حيلك حيلك ما هي لو ما نجحتش يبقى حضرتك اصلا اللي فاشل انك اخترت واحدة فاشلة يعني في الاساس انت مشكلة انت كمان شايف ان هو ما كانش قد كده في الموقف استنيدي ما تكسريش لو كسرتيه مش هتلاقيه تاني يمكن يلاقي واحده تانية ولا حد تاني يقول له انت يا سيد الرجاله واحد ممكن تكون مامته اخته نقطه كمان مهمه قوي اشكر ربنا على حياه بعض بلاش توصلوا لفكره انك انتوا ما تلاقوش بعض ما هو ممكن يبقى على فكره عايش اه بس هو ميت يعني هو خلاص بقى عباره عن واحد بيجيب اكل وشرب وطلبات لكن هو مش موجود وهي كان ممكن تحاول تبقى شغاله في البيت لكن مش موجوده حافظوا على حياه بعض بلاش تحسوا بقيمه بعض بعد ما في امور تتكسر ما بتتصلحش المشاعر فيها حته كده لو اتكسرت ما بترجعش لي النقط دي لو خدنا بعض منها مش هقول لك كلها ننسي بعض منها هنقدر يبقى عندنا قاعده نفلتر بيها كلام الناس بالمناسبه حد كان بيحكي لي يعني من فتره قال لي احنا بنقعد احيانا يعني بعد ما نرجع من الخروجه نقعد وهي نتريق على كل اللي كانوا بره في القعده معانا قلت له برافو عليك هو هنا عمل ايه هو هي عرفوا يلبسوا نفس النضارة لبسوا نفس اللبس وبالتالي عملوا ايه حكموا بنفس الاحكام يقول لي ابونا في احيانا امور بنعمل هي بتعملها غلط فاقول لها ايه اسكتي ده احنا كنا شكلنا وحش لما عملنا كذا برامج هو اللي عمل وكانه بيشترك معاها اه احنا م. انا انا كنت حاسس الارض تشق وتبلعنا بقول لك ايه ولا يهمك ده انا وانا صغير عملت وعملت وعملت هو عمل هنا ايه ولا يهمك بس خلي بالك اللي جاي مش ينفع بكده. وبالتالي هنا الزوجه تستمتع تقول له انا عايز اقعد معاك قعده اعتراف. انا عايز اتودد معاك. احنا بقالنا كتير ما حكيناش. لانك انت في القعده ما كنتش قاضي، في القعده كنت ايه؟ صديق. والعكس. وهي في النهايه فكره الصداقه هي اللي بتعمر الجواز فتره طويله، طبعا. يعني لما اتنين يبقوا اصدقاء بيخليهم زي ما قلتك قلت كده اما يخرجوا يرجعوا من خروجه يتكلموا مع بعض عن نفس اللي كانوا موجودين معاهم هم اللي بيشوفوا الموضوع بوجهه نظر واحده حتى ما بيكسفوش ان كل واحد يقول للتاني مشكله مرت بيه او ازمه حصلت له او او سقطه هو عملها ما عارف ان اللي قدامه ده هينقض عليه ويهجم عليه ويبتدي ياخد خط الشخص اللي هو المعلم اللي بيعلم وبيهذب الفكره فكره الصداقه دي مهمه قوي يا أود فكره الصداقه مكملين بعضكم بعضا في المحبه مش مقطمين بعضكم بعضا في القعده صحيح شكرا جزيلا يا أصابونا شرفتنا ونورتنا وقفتنا كالعادة الموضوع مهم جدا وأكيد أكيد اللي بيتفرجوا علينا النهاردة لو بيهمهم كلام الناس أكيد هيحطوا كلام الناس ده وسط مجموعة من الاعتبارات اللي احنا اتكلمنا عنها عشان يعرفوا يختاروا الصح من الغلط شكرا جزيلا مقياس مهم ويا بخت اللي يعرف يستفيد بكلام الناس ويفلتره. شكرا جزيلا أتسبونا القصف لباتير مجدي كهن كنيسة الشهيد العظيم مرقس الرسول بالنزهة اثنين شرفتنا ونورتنا وقفتنا أتسابونا شكرا جزيلا بعد الفاصل مشاهدينا هنروح لفقرة البيت الإيجابي خليكم معنا